عارف، وكان دي كانت سياسه النادي الاهلي، ولكن بعد ما حصل تطوير في موضوع الاجانب بدا النادي الاهلي يستعين بالاجانب مرورا بكل الاجانب لغايه ما وصلنا لاليكس. بس انا عايز يعني ايه في كواليس بقى احنا عايزين نعرفها كوتش في البرنامج، ودي طبعا فرصه نعرفها من حضرتك. وقت ما تعرضت عليك المسؤوليه، حضرتك كنت ماسك نادي سموحه، وتعرضت عليك المسؤوليه، احكي لي الكواليس، لان طبعا حضرتك كنت في سموحه زي ما بيقولوا يعني النجم المفضل حتى عند رئيس النادي طبعا المهندس فرج عامر. فكان انتقالك من سموحه للاهلي ده كان بقصه، يا ريت حضرتك تحكي لنا برضه. اول يعني طبعا نادي سموحه له منه كل التقدير والاحترام، بالذات المهندس فرج عامر. انا يعني عشت 3 أو 4 سنين يعني خبير اجنبي، صحيح بفضل الله صحيح. يعني الراجل كان يثق فيا جدا، والنادي كله، النادي كله حتى الكوره يعني كنت الحمد لله كنت مبسوط يعني. انما النادي الاهلي طبعا اول لما كلمني يمكن دي صوره لحضرتك مع المهندس فرج عامر. واحنا كنا نادي لتقدير يعني جدا قد هو بيقدر حضرتك، وحضرتك لسه بتقول يعني 3 سنين او 4 سنين كنت بتتعامل كخبير اجنبي، وده قدرك يعني. دي حقيقه. كنت بقى لا اله الا الله، كنت في بطوله افريقيا بتهيألي يا كابتن لما اتعرض عليك تيجي الاهلي، ولا كان قبليها؟ كنت في بطوله افريقيا، فانا يعني طلبت من كابتن رؤوف عبد القادر ان انا اخلص افريقيا، وبعد افريقيا يبقى في خطوات، اولها ان لازم المهندس فرج يوافق، لان انا الحقيقه كنت ماضي سنه. انا يعني النادي الاهلي يعني اجي جاري في سبرنت يعني ده نعم. هو صاحب الفضل عليا، فقرر ان انا ارجع ده مش 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 محتاج ان انا افكر، لان ده بيتي ومستقبلي فيه، مدرب مدير وقت نادي مدير النادي الاهلي نشاط مدير يعني حاجه يعني كل واحد بيامل ان هو يعني يتدرج، فده بيتي ومجلس اداره ده يعني انا متربي معاهم تقريبا. عارف وعارف قد ايه كابتن الخطيب يعني ده وغيره يعني احنا كلنا أسرع. كلنا بوشنج النادي الاهلي، انما فكان لازم بس يعني الواجبات واحترام المهنه وكذا وكذا. فالحمد لله رب العالمين يعني ان الموضوع كابتن المهندس فرج التفاهم. حضرتك اتكلمت معاه يا كابتن؟ يعني حضرتك اتكلمت مع المهندس فرج قلت له يعني النادي الاهلي؟ والله انا يعني لا، المهندس خالد اتكلم، المهندس خالد مرتجي يمكن مشكور يعني اول مره اقول الكلام ده، يعني حد انا بحترمه جدا جدا وبحبه فوق الخيال يعني الكابتن حسن حمدي بنفسه اتكلم المهندس فرج طبعا. وبالتالي المهندس فرج يعني عامر كان مقدر ده. المهندس فرج يعني الحمد لله انا كنت كان لسه ليا سنه في عقدي. وحضرتك بتحترم عقدك. وانا بحترم عقدك. فطبعا مش هينفع تمشي قبل ما. النادي الاهلي نفسه بيحترم الكلام ده. ده يعني فطبعا الحمد لله رب العالمين. طيب. يعني انا مبسوط ان انا قدرت يعني ابقى سفير من سفراء النادي الاهلي في نادي تاني، اتنقل في اللعبه. وعملت مشوار فيه، واللي ماسكين دلوقتي هم اللي كانوا بيساعدوني ما شاء الله، المطراوي ده واحمد عجلان المجزره ناس على اعلى مستوى، فهم مكملين كويس ان شاء الله وربنا يوفقهم دايما. فرجعت بقى يعني احاول ان انا اظبط الدنيا خطوه بخطوه. بس انا عايز بقى يعني احنا خلاص الحمد لله حكينا مع حضرتك قصه الانتقال وازاي حصل يعني احترام من النادي الاهلي ولحضرتك لاداره نادي سموحه في الانتقال، ولكن عايز اعرف بقى رؤيتك الفنيه للفرقه. بس خلينا نطلع